السلام عليكم ورحمة الله، معاكم سيد من قناة أبدع واستمتع كرييتس فان وفيديو جديد. النهاردة بنتكلم عن البلوتوث وازاي تقدر تعمل حاجتين مهمين جدا بالبلوتوث بتاع اللابتوب بتاعك أو بتاع البي سي الديسكتوب اللي بيكون موجود عليه شريحة بلوتوث أو قطعة بلوتوث. حاجتين مهمين جدا نقدر نعملهم بالبلوتوث، وهو ان احنا نرسل ونستقبل الملفات بالبلوتوث، والحاجة التانية ان انا اقدر اشغل سماعة البلوتوث على الكمبيوتر سواء ديسك توب او لاب توب. عشان نعمل اول حاجة ارسال للملفات بالبلوتوث من الموبايل للاب توب والعكس، تمام؟ بالطريقة العادية لما بنروح على الموبايل وتقف مثلا على اي صورة وتعمل شير، اهو بتقف على الصورة بتعمل شير وتختار شير بلوتوث، اهو بيظهر لك قائمة الاجهزة. ده الجهاز اهو بتاعي اللي هو اللابتوب، بدوس عليه، تمام. مع الاسف ما فيش حاجة بتظهر عندي على الديسكتوب، تمام. وبيجيب لك رسالة بيقول لك sending failed، تمام. اهو حتى نحاول تاني، اهو نختار البلوتوث بالرغم ان هو معمول له بيرد من قبل كده، يعني في ازدواج ما بين البلوتوث بتاع الموبايل وبتاع، الا ان بالطريقه ديت ما فيش حاجه بتوصل خالص. ادي شاشه الكمبيوتر ما فيش حاجه وصلت. طب ازاي ابعت الملفات من الموبايل لللابتوب عندي؟ الموضوع سهل جدا، بروح للديسكتوب عندي اهوت، وفي السهم اللي تحت على اليمين وبدوس عليه، هتظهر لي هنا اهوت علامه البلوتوث. في علامة البلوتوث بعمل عليها رايت كليك، تمام. في الرايت كليك او الكليك يمين زي ما بيقولوا، هنعمل حاجة اسمها ريسيف فايل. لما بدوس هنا ريسيف فايل اهو بيظهر لي ويتنج فور كونكشن. هنا في الحالة دي اقدر بقى ابعت بالموبايل، بروح ثاني للموبايل وبعمل شير، تمام، وبختار بلوتوث، وهناك بختار كمبيوتر اللابتوب بتاعي. زي ما انتم شايفين اهو بدأت عملية الإرسال بنجاح. إذن لازم أروح على البلوتوث واختار كلمة ريسيف، يعني استلام ملف. طيب في حالة العكس، طبعا هنا هو أدي الملف أهو بيوصلني أهو، بيحدد المكان، نختار مثلا وليكن ديسكتوب، أوكي خلاص كده هو استلم الملف. طب في حالة إن أنا عايز أبعت من الكمبيوتر إلى الموبايل، طبعا نفس الشيء، لو حاولت ان انت تعمل شير من الكمبيوتر لاي صورة عندك الموضوع مش هيتم بنجاح، فلازم برضو تعمل نفس الشيء، تروح على البلوتوث اللي عندك على الديسكتوب، تمام، وتدوس على علامة البلوتوث رايت كليك وتعمل هنا سند فايل. لما بتعمل سند فايل هنا هو بيجي لك خيارات الاجهزة اللي حواليك اللي متعرف عليها الجهاز، تختار الموبايل اللي انت عايزه وليكن هذا، وتعمل نيكست. هنا هو بيفتح لك الكمبيوتر، بيقول لك براوز، اختار منها الملف اللي انت عايزه. هنا بتعمل براوز، تروح على الجهاز بتاعك، ادي جهاز كمبيوتر كامل، تختار الصورة اللي انت عايز تبعتها، تمام، وتعمل اوكي وبعدين نيكست. هتروح دلوقتي على الموبايل، زي ما انتم شايفين ادي جاتني علامة ديسكتوب، تمام، اللي هو اللابتوب اللي انا بتاعي، واقدر على طول اقف واعمل اكسبت. دي كانت طريقة ارسال واستلام الملفات باستخدام البلوتوث من على اللابتوب او من على الديسكتوب اللي موجود عليه قطعة بلوتوث او متركب عليه كارت بلوتوث. طيب الحاجة التانية اللي نقدر نعملها كمان، ان انا اعرف سماعة البلوتوث بتاعت الموبايل عندي على الكمبيوتر الديسكتوب او على اللابتوب اللي موجود عليه بلوتوث، والموضوع برضو سهل جدا. هنروح على الستارت منيو، ندوس عليها وهنا نكتب كلمة بلوتوث بي ال يو، هيظهر لك فوق خالص بلوتوث، ادي خيارات البلوتوث، ندوس عليها نفتحها، تمام. بعد ما نفتحها هنعمل حاجة اسمها اد بلوتوث اور اذر ديفايس، هنضيف ان هو حاجة بالبلوتوث او لايه اي جهاز اخر. هنا هو طبعا مجموعة من الاجهزة اللي متعرف عليها اللابتوب، تقدر على طول تعمل اضافة جهاز جديد بان انت تدوس على علامة الزائد، تمام. هنا هو بيقول لك عايز تضيف الجهاز الجديد او الديفايس الجديد اللي عايز تعرف عليه، جهاز بالبلوتوث ولا بالواي فاي ولا باي طريقة اخرى. هنا هنختار البلوتوث، تمام. هنا هو بيعمل سكان لكل اجهزة البلوتوث اللي موجودة حواليك، تمام. نروح طبعا نتأكد ان سماعة البلوتوث مفتوحة اهو،
تفتح سماعة البلوتوث عشان تتأكد إن هي شغالة. أهو أنا دلوقتي فتحت سماعة البلوتوث بتاعة الموبايل اللي عندي، طبعا بتعمل لها ديسكونكت من الموبايل عشان تطلقت عندك على الديسكتوب أو على اللابتوب اللي عليه البلوتوث. طبعا ما تنساش زي ما قلنا إن أنت تعمل ديسكونكت للسماعة من الموبايل، تعملها ديسكونكت أو أنبير، يعني إلغاء التزاوج ما بينها وما بين الموبايل عشان يرضى الكمبيوتر يشوفها. آدي ظهرت السماعة أهي، تمام، بتدوس عليها بيعمل كونكتنج اهو، دان خلاص. طبعا هنخش نهار، ادي السماعة اللي انا اضفتها حالا بلوتوث، يقدر كمان تسمع الصوت اللي خارج من اللابتوب او الديسكتوب عندك عن طريق سماعة البلوتوث. دي كانت طريقة ربط سماعة البلوتوث بالديسكتوب او اللابتوب اللي موجود عليه بلوتوث، وأرجو أن تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، ويا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.